بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين القناة. اليوم موضوعنا موضوع مهم. الكثير من الشباب يبحث عن عمل، يبحث عن عمل يعني عن طريق الانترنت. تعرفون اكو عندنا شباب اما ما له خلق يشتغل برا او ما دا يحصل له فرصة عمل، فدا يلتجئون يعني مثلا عن طريق الفيسبوك، الانستا، التيك توك، يشوفون عروضات انه عمل من داخل المنزل وكذا وكذا. هاي الاشغال طبعا او العمل هذا او تلك الاعمال بيها الشيء الصحيح، يعني خلينا نقول 100% صحيحة، واكو بيها نصب واحتيال. فانا حبيت اسوي لكم هذا الموضوع حتى احذركم وشلون تعرف الشغلة بيها نصب واحتيال او هذا العمل يكون يعني عمل طبيعي. زين، راح تقول لي شنو الارباح مالته؟ الأرباح شوفوا أغلب الشغلات اللي هي عن طريق الإنترنت هي الترويج. الترويج راح يطوك أما كود، وهذا الكود راح تستخدمه أنت، يعني فد رقم معين وتستخدمه أنت من تبيع البضاعة، يوصل عن طريق الكود الحجز يبين عن طريقك يطوك النسبة مالتك. أكو طبعا أعمال، أكو شغلات ترويج يعني كلش قوية، أرباحها يعني يطلع لك بالأسبوع بحدود 300 إلى 400 ألف. زين، اكو جماعة يقول لك زين نشوف احنا مساعدات الشيخة الفلانية طبعا من قطر، اكو من السعودية ومن الكويت، الشيخ ابن فلان ابن فلان والشيخ فلان بنت فلان. هاي مساعدات اي واحد يكتب تيم راح نراسله ونقول له انت كسبت كذا مبلغ بالعراقي عادل كذا. وتعرفون احنا العالم بس تريد تشنب بقشاية، فيدخل وياهم بالمحادثة راح يعطونك كود يقولك هذا رقم الحساب مالتك، يعني رقم الحوالة مالتك تدخلها برقم الحساب اللي عندك. لازم عندك انت مصرف بنك، حساب بالبنك، لازم اقل شيء بيه في 500 دولار. هذا الحكي مالتهم. فاكو ناس يقولك انا عندي 500 دولار او عندي 200 دولار. انا مرة واحد تساومني يقول حتى لو 200 دولار عادي، يعني يتأكدون انه انت عندك حساب بالمصرف، لازم عندك بيه مبلغ. هذا الكود اللي يعطوك اياه هو عبارة عن كود تحويل مثل الوكالة، تحويل اموال من حسابك اللي بالمصرف الى حسابهم، يعني سرقة رأسا. مجرد تدخل الكود تعطيتهم رقم التليفون وعنوانك وراح تعطيهم الحساب المصرفي مالتك. هذا الكود راح يدخل يوم مجرد يعرفون الحساب المصرفي عندهم، طبعا هكر يعني، تتحولش عندك اموال راح تتحول لحسابهم، بعدين يحضروك بعد ما يشوف شكلهم. هو جربت، انا طبعا جربتها مو لانه اريد هاي السالفه، لا انا جربتها حتى ارد اشوف يكون بيها حقيقي كذب من السوالف كلها كذب. ناس مسوي حسابات باسم البزاز. البزاز تعرفون انتو عالشرقيه صعب انت توصل له وصعب انه انت تناجده، فمسوين حسابات بالفيسبوك تدخل يقول لك مبروك انت ربحت ويانا او جتك حوالة مالية مثلا 3 ملايين أو 5 ملايين. ايش راح يسوي؟ ارسل لنا كارت ابو ال10 دولارات حتى نثبت انه انت ثبت اسمك نرسل لك الاموال. زين، هو سعد البزاز يعني محتاج ال10 دولارات؟ ما هو دا يعطي ملايين ويعطي بيوت، يحتاج من عندك ال10 دولارات مالت الكارت اسيا او كارت اثير، هو خيرك اي كارت تدز، محتاج حتى هذا هو دا يعطيك. فهو لو صادق راس عمي انت هذا اسمك، هاي الحوالة باسمك روح استلمها مثلا لو صادق. فهذه كلها نصب واحتيال. اكو منشورات محتاجين موظفين من ساعة كذا لساعة كذا. انا ما دعش على الكل، دعش لكم الطرق اللي بيها نصب واحتيال، لازم تنتبه. ما اردش من الكل، يجوز اكو بيهم صادقين، لكن اكو هيك شغلة انه احنا محتاجين موظفين من الساعة الفلانية الى الساعة الفلانية، يعمل على الكمبيوتر يعني على الحاسبة، يعمل موظف سكرتير من هالسوالف. هذه هم لازم تنتبه منها. ليش؟ شخص راح تعين قالوا له الراتب مالتك 1,000,000، هم عندهم مكتب عبارة عن شركة مثل مال سيارات. تعرفون العالم تجي مقدمة 5 ورقات ومقدمة 10 ورقات، الناس تجي تحجز السيارة، السيارة بعد استلامها 45 يوم يقولوا له. أنت موظف قاعد وقاعد تسوي بالكمبيوتر وترتب هاي الأمور كلها حسب الأصول، ورا ما الجماعة يجمعون هالفليسات كلها، أنت مفتاح بيدك، أنت سكرتير، تجي في يوم تفتح الشركة تباوع تقعد بالمكتب هذا تنتظر رحمة الله لا المدير ولا ما أدري منه اللي كانوا هم اللي عينوك ولا راتبك، احتمال انهزموا بقيت انت بالواجهة. راح يجون الناس يطالبوك يقولك انت اللي سجلتنا، انت اللي اخذت الفلوس من عندك، انت المحاسب توقع براسك. المهم
هذه القضايا كلها عبارة عن نصب واحتيال. أنت ما تعرف، أنت فعلا محتاج عمل عن طريق الإنترنت. تقدر أنت يعني تباوع يوتيوبات، تشوف العالم شلون تشتغل. شغلة الترويج مو بيوم وليلة، يعني مثلا أنت تيجي تروج على بضاعة معينة، تشوف نفسك في شيء يجوز أول شهر، خلينا نقول على التيك توك اللي هو أكثر الناس ستستخدمه، ظليت تتروج تروج خلال شهر يجوز حتى مو خسارة، يعني خلينا نقول ما بعت شيء، ما رتبت أمور. ليش؟ بعدك جديد، أكو ناس عرفت، أكو شركات اشتهرت بهاي المسألة. أنت خليك بالبداية شوية شوية، أنت قاعد بالبيت وظل أعلن، يجوز خلال شهرين ثلاثة أربعة تشتهر، الناس تقوم تطلب منك البضاعة. على العموم أنا حبيت أنوه على هاي المسألة، وبنفس الوقت أتمنى، أنا محتاج شغلة، أريد أطور هاي القناة. أنا مرة حكيت بس ما أعرف المتابعين، مرة يعني قالوا ما يخالف إحنا نساعدك ورتب لك. أنا لا أريد نقول جدوى ولا أريد كذا، اللي يريد يعني يدعمني بتطوير القناة، أما يجيب لي مشتركين، يشوف لي في الترتيبات، ينشر فيديوهات، أو اللي يريد يدعم بشيء بسيط، قلت أسوي عدة كاملة، أرتب كاملة، عندي مواضيع وعندي أمور أخرى، عندي قناة ثانية أريد أفتحها خاصة بأخبار ومساعدات بنفس الوقت للعالم، أحاول هيك أسوي. لكن تعرفون أنت الوضع، يعني أنا سنقلتكم والعمل متوقف بكل مكان تقريبا أو وسط صاير. فأتمنى من المتابعين اللي يقدر يسوي هيك شيء، هي نعتبر لوجه الله، أنا الشيء ده أشتغل لوجه الله، اللي يريد يدعمني أنا أهلا وسهلا ورحب بي وتشرف بي. طبعا على العموم اليوم الفيديو شبه قصير، حبيت أوضح طرق النصب والاحتيال اللي موجودة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، تكونون حذرين من عدها حتى لا توقعون بخطأ، لأن هواي ناس وقعت بالأخطاء، راح أطى فلوس. حتى شغلات التداول، أكو شركات مال تداول وهمية، جيب 100 دولار، أول ما جاءت 100 دولار ورا يومين جتك صارت 150 دولار، أنت كيفت، شوي شوي صار عندك 500-600 دولار، أنت تقول هاي شغلة مربحة، شو تسوي؟ انت تبقي الفلوس، انت مخلي اصلا 100 دولار، فانت مبقي الفلوس لتتداول وتدري شو بدك تربح. فراح تجيب صديقك وبن عمك وقرايبك واخوك اللي بالبيت، راح يشتغلون نفس حالهم، عندهم الرقم الاي بي بين، كل شخص يدخل بيش مواقع عنده رقم اي بي، فراح عن طريق الاي بي يعرفون انه هذا الشخص عن طريقك، وقاعد يمك بالبيت اذا كان اخوك واختك وامك كذا شغلته بهاي المساله، يجمعون من عندك مبلغ بالعشر ورقات يعني 1000 دولار. خلال فترة انت تريد تسحب، راح يقول لك خطأ بالعملية، انتظرنا من يشوفك تريد تسحب، يوصلهم الاشعار، بعدين يغلقون الموقع. هاي مو بس انت، فت عشرات مثلك حصلوا لهم دفترين ثلاثة اربعة، بعدين يغلقون الموقع وهم ارقام وهمية، وانتهى الفيلم وانت النصب عليك. شفتوا قبل فترة كبنية خطية من الحدود 600,000 مرضين من العدين. فانت لا تطمع، شغل عن طريق الانترنت لازم انت تقوم به بنفسك، تفتح لك قناة على اليوتيوب، تروج بضاعة عن طريق التيك توك والفيسبوك، هذه الطرق. ما الآن يحط فلوس تجيني فلوس مثل شغلة سانكو، ما تصير، مستحيل. شغلة المساعدات، اللي يريد يساعد ما يأخذ منك فلوس ولا يدز لك كود ويسوي عليك صعبة، يعني خاصة جماعة السعودية. رسلت واحد كان شو يقول لي، انت عندك هسه يمنا 90 مليون عراقي، دزلنا اسمك، دزلنا رقم التليفون، دزيت أول شيء شيكت، طبعا دزيتهم رقم تليفون مو اللي بواتساب، تعرفون اكو الحسابات الامريكيه. فاوش قال لي، قال لي احنا عندنا طريقتين للاستلام، اما انت تجي بنفسك تستلمها او حساب مصرفي لازم بيع اقل شيء 500 دولار. انا ايش قلت له عمود ابو قلسانه، قلت له انا ما عندي 500 دولار بالحساب المصرفي، ما عندنا اصلا، بس عندي تقريبا حدود 100 دولار. كان يقول لي مو مشكله نحول لك، وطول عندك يعني انت حسابك صحيح ماشي. اخر شيء ما حكيت، قلت له اخوي اعذرني انا ما اقدر اعطيك حسابي، شويه صعبه الامور. ليش قام يسوي ابنه، يمكن ما ادري بنته هيك صغير صوت طفل، قام يدز بصمات يغلط ويفشر على العراقيين، يسب العراقيين ويغلط، يقول انتم كلكم قشامر وكذا، احذرني. شنو معناته؟ هو اذا مساعدات وليش يغلط يفشر؟ اعذرني. واللي يريد يحول فلوس اللي ياخذ يجيب لك حسابي، هذه واحد من عندهم نفسه غير رقم راس التشغال، هم حساب مصرفي. قلت له انا عندي حساب مصرفي مثبت. قال ايه بيش قد فلوس؟ قلت له ما بي فلوس، صفر. قال ما يصير الا لازم بي فلوس. قلت له ما يصير. عاد بعدين من واجهته قلت له هذا اللي مطنياه انت الكود، هذا رقم تحويل اموال من حسابي لحسابكم. قلت له سألت انا بالمصارف ماكو شيء، هم كان يحضرني.
مؤقتا نشرت اعتقد بالتيك توك نشرت فقره معينه على هذه المساله، فانتبهوا لا اكثر ولا اقل. وما ارد اكرر عليكم بس مجرد توضيح، حاولوا اللي يريد يدعمني خليه يدعمني حتى اقدر اطور هاي القناه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.